قلنا سي مصطفى، اولا مرحبا بك في موقع البطوله. كم ماذا يقع في هذا الجمع العام العادي ديالكم استثنائي ام عادي؟ الجمع العام اللي كاين عناصر بصح ما قاد الجمع العام وحاولت باش تدخل بالقوه لحضور الجمع العام، وهذا شيء مخالف للماده 6 الماده 9 من القانون ديال الاساسي ديال الجامع. اذا سي مصطفى، شنو هو دابا الحل؟ واش غتعقدوا الجمع ديالكم ولا غتاجلوه؟ دابا حنا جينا باش نعقدوا الجمع العام ديالنا، ولكن كاين عناصر هنا اللي تتحاول تعقل هذا الجمع العام، اللي معنا التعلقه تاكد معنا التعلقه بالجمع العام لا من قريب ولا من بعيد. هنا بعض العناصر تقول بانكم ثم منعتهم من ولوج القاعه ديال الاجتماعات، واش هذا صحيح؟ هذا اولا ما كاين حتى شي نادي تمنع، لان اي نادي متوفره فيه الشرط ديال الماده 9 فعنده الحق يدخل، وتنعتقد انه يعني ما فيها باس ان تشكل لجنه داخل الجمع ونبتوا في هذه الامور. اذا واش غت سي مصطفى، واش غت ديروا شي عريضه تتنددوا بها هاد؟ حنا دابا تنتظروا القرار اللي غيدفع عليه، يعني اللي غيصفر عليه اجتماع ما بين الجامعه وما بين المندوب ديال الشباب. تنعرفوا سي مصطفى بان هذه الرياضه ديال الاساتذه، كيفاش تفسر هذه الاعمال اللي قاموا بها الاساتذه؟ اعمال يعني اعمال في حق لا رياضيه، تنشوفوها ماشي غير كانت في حق في الميادين الرياضيه لكرة القدم وميادين أخرى اللي فيها جماهير عديدة، ولكن ما لم نعهد بها في مثل هذه الرياضة الذهنية النبيلة. سي مصطفى، كنت مع البطولة. كم شكرا على الاستضافة.